الكلام يعني تدرون انه مو اسلوبي بس في قرف. اللي يبي يسلم ما يسلم بس باللايف، ما يسلم بس لما يكون في كاميرا مفتوحة، الإنسان يسلم ويوجب بشكل طبيعي. وعلى فكرة من متى الناس كانت تشغل لايف وتصور الناس من غير استئذان؟ عندي مشكلة لا ويا فرح ولا ويا زوجها ولا ويا أحد.